اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. البيبر الثانية البالمونري فايبروزس، الرول بتاع السي تي في البالمونري فايبروزس. دكتورة سارة نصر، اتفضلي يا دكتورة سارة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده موضوعنا عن السنترال رول اوف سي تي ان مانجمنت اوف بالمونري فايبروزس. هنبدا كده بحاجه بسيطه، يعني ايه اصلا بالمونري فايبروزس؟ لما بيحصل لونج انجري بيحصل ابنورمال هيلينج وريبير هاي ريزولت ان فايبروزس، اللي هو بيرمننت ريبليسمنت اللونج بارينكيما بكونكتيف تيشو وسكند انترستيشن زي ما احنا شايفين في الدايجرام ده. طيب احنا ليه النهارده هنتكلم عن الموضوع ده؟ لان في نيور تريتمنت اوبشنز للبروجريسيف بالمونري فايبروزز والاي بي اف، فالرول بتاع الراديولوجيست بقى كريتيكال ان هو مش بس هيدفرنشيت الفيريوس انترستيشال لونج ديزيز باترنز، بس كمان هي ايفالويت الديزيز بروجريشن في السيريال سي تي ايمجز. فبالتالي دور الراديولوجيست ان هو يعمل ايدنتيفيكيشن وكاركترايزيشن وسيكوينشال مونيتور. هنبدا بس حاجه بسيطه كده من الاناتومي، يعني ان التراكيه بتدي رايت وليفت مين برونكوي، وبعد كده تتقسم للوبر برونكوي اللي هي السكندري، وبعد كده سيجمنتال وسب سيجمنتال التيرشري برونكوي، بعد كده هنوصل للبرونكيولز التيرمينال برونكيول والريسبيراتوري والالفيولار داكت والالفيولار ساك لحد الالفيولار. اليونت دي كلها على بعض اسمها السكندري بالمونري لوب. لو بادين من عند الريسبيراتوري برونكيول هيبقى اسمها الاسينس، لو بادين من عند الالفيولار داكت هيبقى اسمها برايمري بالمونري لوبيول. اللي يهمنا سكندري بالمونري لوبيول لان هو الفانكشنال يونت بتاع اللونج، وهو اللي بيديني الترمينولوجي اللي احنا بنستخدمه في الهاي ريزوليوشن سي تي شيست، فبالتالي هندرسه تفصيليا شويه. هناخد فكره هو بيكون شكله ايه، بيكون هيكساجونال ان شيب، شكله سداسي، داخل لكل لوبيول سنتر لوبيال بالمونري ارتري سنترال لمفاتيك وسب سيجمنتال برونكس، بتتقسم لوبيولار برونكيول وبعدين تيرمينال برونكيول وبعدين ريسبيراتوري برونكيول. على الاطراف او على الحدود بتاع اللوبيول بيكون في بالمونري فينز وبريفرال لمفاتكس، حواليهم طبعا نورمال انترستيشيوم سنترال لوبيولار انترستيشيوم سبلورال انترلوبيولار اند انترلوبيولار. ده دايجرام بيوضح الكلام اللي احنا قلناه. ده جروس اناتومي من بره بيوضح برضو شكل السكندري بالمونري لوبيول، ده من جوه. ده راديوجراف بيوضح اللي احنا قلناه. زي ما احنا هنشوف عندنا البالمونري ارتري البرونكوي على الاطراف البالمونري فين والانترلوبيولار سيبتوم. لو انا شفت دول هقدر اوتلاين السكندري بالمونري لوب اللي هو بالمناسبه مش بيبان في الهاي ريزولوشن سي تي شيست كشكل سداسي كده. الهاي ريزولوشن سي تي شيست بيبان فيه البرانشنج بالمونري ارتري، مش بيبان فيه البرونكوس، ويبان ممكن يبان فيه البالمونري فين والانترلوبيولار سيبتا، ممكن تبان كده حاجات فاين قوي اقل من 1 مللي وفيو قليل زي ما احنا شايفين في الصوره دي، زي ما احنا شايفين هنا كمان. إيه هنقول حاجة عن اللونج انترستيشن. اللونج انترستيشن هو سبورتيف نتورك من الكونكتيف تيشو، جنرالي هي مش بتبان في النورمال هاي ريزولوشن سي تي شست. بتتكون من ايه؟ بتتكون من اكزيال او سنترال فايبر سيستم وبريفرال فايبر سيستم. الاكزيال اللي هو البيري برونكو فاسكولار انترستيشيوم والسنترال لوبيول، البريفرال السبلورال والانترلوبيولر والانترلوبيولر. ناخد بالنا بس ان في اخر سنتي او 2 سنتي من اللونج بارينكيما اللي هو السايز بتاع السكندري بالمون لوبيول مش بنشوف اي اير ويز خالص، لا برونكوي ولا برونكيول. دي دايجرام لنفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب الابنورمال انترستيشن هنعمل زوم ان، هنشوفه حوالين السكندري بالمون لوبيول وبعد كده هنشوفه كصوره مكبره. الابنورمال انترستيشن يعني بيحصل فيه سكند سنتري لوبيولر او سبلورال او انترلوبيولر او انترلوبيولر انترستيشال سكند. لما نشوف زوم اوت على اللونج من بره عندي برضو بيري برونكو فاسكولار انترستيشال ثيكنينج وسنتر لوبيولار سب لورال وانتر لوبيولار وانتر لوبيولار. هنتكلم عن البيري برونكو فاسكولار انترستيشال ثيكنينج مخصوص، هو ان الحزمه اللي شايله البرونكوس والارتري بتتخن، فالوول بتاع البرونكوس بتتخن وبيبقى توتال يعني البرونكوس والارتري قد بعض، وده هيختلف عن البرونكيكتسيس اللي هناخدها دلوقتي. النورمال برونكوي بيكون شكلها عامل ازاي؟ النورمال برونكو الفيولار ريشيو بتكون يا اما اقل من واحد حد ميدل ايج، يا اما ممكن توصل لحد واحد بنقيس الانترنال يومن بتاع البرونكوس. بالنسبه للارتري ده في عيان اولد ايج اكتر من 65 سنه ما عندوش اي حاجه تانية. طب الابنورمال برونكوي اللي هي برونكيكتسز والبرونكيولكتسز اللي هي في موضوعنا النهارده عشان فايبروزس اتراكشن، ده بيحصل ريفرسبل وبيرمننت
برونكيال برونكيولار دايلاتيشن بسبب الريتراكتايل بلموناري فايبروزز بيشد عليه. بنشوف احنا ايه بقى، بنشوف لوس النورمال برونكيال تابرنج وثيك برونكيال بول وانكريزد برونكيال الفيولار ريشيو اللي هي عامله سيجنت رينج ساين الريشيو 1.5 او بتعدي. نشوفها بقى في السيتي، ده اللوس النورمال برونكيال تابرنج. بنحدده ازاي؟ بنيجي نقف عند البرانشنج بوينت، نمشي معاها 2 سم، هتفضل بنفس الدايمتر بتاعها مش هتقل خالص. الثيك وول برونكوس والسيجنت رينج ساين باينه برضو في الصوره دي. البرونكيوليكتسيس بقى ده اللي احنا بنشوف البرونكيول، نشوف الاير واي في المنطقه المحظوره اللي هي الديستال سنتي لسنتي ونص. فبالتالي لو انا عندي فيزيبيلتي للبريفرال اير واي فبالتالي انا عندي برونكيوليكتسيس. هنبدا بقى بموضوعنا النهارده، ايه هي سي تي فيتشرز اوف الفايبروتيك لونج ديزيز. اللونج ابنورمالتي عموما بتكون يا اما خطوط يا اما كور. الابنورمالتي اللي هنتكلم عنها هنا النهارده هي ريتيكيوليشنز، يعني الخطوط اللي هي الانترستيشال ثيكنج. امتى احلف ان الخطوط دي فايبروزس فعلا مش حاجه تانية؟ لما يكون معاها اذر فيتشرز اوف فايبروزس زي التراكشن برونكيكتسز او برونكيوليكتسز والهاني كومبنج والجي جي او. الريتيكيوليشنز هنا واضحه عندنا في الصوره، باين عندنا ايه؟ باين عندنا اكسيال سي تي ايمج فيها مايلد انترلوبلر سيبتال ثيكننج وسبلورال ايريجولاريتي وفاين ريتيكولار ابنورماليتي. سنتين فولو اب لنفس الحاله، لقينا في زياده في الريتيكيوليشنز ونيو تراكشن برونكيكتسس وبرونكيولكتسس، لان الفايبروزس شد على البرونكاي وبرونكيولز ووسع. دي حاله تانية خالص شايفين فيها ريتيكيوليشنز وتراكشن برونكيكتسس. تالت حاجه عندنا اللي هي الهوني كومب. الهوني كومب دي شبه خليه النحل كده، دي ريبريزنت خلاص دي اند ستيج اوف فايبروزس، بقت الحاله ادفانسد جدا، بتكون كلاسترد يونيفورم في سايز 5 مللي او اقل، مترتبه في مالتيبل روز، عندها ثيك وول وبتشير الوول دي مع اللي جنبها، مفيش اي انترفينينج لونج بارينكما. في الاكزيال بتكون سابلورال في اللوكيشن، والكرونال بتكون في البيزل اريا بتاع اللور لوبس وفيلينج الكوستوفرينيك انجلز. الهاني كومب ده كل ده ما هو الا محاولات للريبير والريمودلينج، فبيكون سكار تيشو وسيستم. الحاله دي فيها سابلورال هاني كومبنج وفي نفس الوقت فيه ريتيكيوليشنز وتراكشن برونكيولكتسس، ده بيسبورت الكونسبت ان الفايبروزس ده سبيكتروم بيبروجريس من الريتيكيوليشنز للهاني كومينج مرورا بالتراكشن برونكيكتسس او برونكيولكتسس. الهاني كومب لازم نفرقه من حاجتين، اول حاجه فيهم الباراسيبتال الامفيزيما والحاجه الثانيه هناخدها ليتر اون. انا دلوقتي لما اكون شايف سب لورال سيستس ومحتار هل هي هاني كومينج ولا باراسيبتال امفيزيما، هدخل ادور جوه اللونج هلاقي، يا سلام بقى لو لقيت سيستات من غير وول او ثين وول خالص، هتبقى دي سنتري لوبيولار امفيزيما، فبالتالي السب لورال سيستس اللي انا كنت بدور عليها دي باراسيبتال امفيزيما، خصوصا لو كان العيان سموكر ومفيش اي اسوسييتد فايبروزس خالص. الهوني كومبنج خلاص احنا قلنا الكاركترز بتاعته. الباراسيبتال امفيزيما بقى هي الكاركترز بتاع السيستات بتاعها بتكون عامله ازاي؟ تكون لارجر اكتر من 1 سم، بتكون سنجل لاير، ما فيش ساينز اوف فايبروزس، موجوده في الابر لوب اكتر، بتكون سب لورال ان لوكيشن. اخر حاجه عندنا في السي تي فيتشرز بتاع فايبروتيك لونج ديزيز اللي هي الجي جي او، دي هيزي اوباستي مش بتعمل ابسكيور خالص الاندرلاينج برونكو فاسكولار ماركينج. بنكون احنا شايفين البرونكو فاسكولار باندل من خلالها كده كانها زي الازاز المصنفر اللي انا اقدر اشوف من خلاله. الحاله اللي معانا اكزل سي تي ايمج باين فيها الجي جي او ومعاها فاين ريتيكيوليشنز وتراكشن برونكيتس. في الحاله دي بتقول ان الجي جي او عباره عن انترستيشال فايبروسس. ايه هي بقى المورفولوجيك باترن بتاع الفايبروتيك لونج ديزيز؟ عندنا اليو اي بي باترن والفايبروتيك ان اس اي بي باترن والفايبروتيك اتش بي باترن والاذر فايبروتيك باترنز، حاطين 2 اللي هم البلورو بارينكيمال فايبرو الاستوزس والفايبروتيك سيركويتوس. هنبدا باليو اي بي باترن، اعتقد كلنا كاتيجوريز الديفينيت يو اي بي، البروبابل، الانديترمينت، بلورال وبيزل، وفي 4 كلاسيك فيتشرز لازم يكونوا موجودين. الريتيكيوليشنز، التراكشن برونكيكتسس او البرونكيلكتسس، والهاني كومنج، وما يكونش فيه اي سي تي فيتشرز تصوصت ان في سبيسيفيك دايجنوزيس تاني. الصوره اللي معانا ديفينيت يو اي بي باترن في ميل بيشنت عنده 80 سنه، دي اكسيال سي تي ايمج باين فيها سابلورال
بريدومينانت البيزل هاني كومبنج وتراكشن برونكياكتسز وريتيكوليشنز. في حاجات مش دايركت مش محطوطه في الدايجنوستيك كرايتيريا، بس بتسجست ان يكون في بالمونري اوستيفيكيشن نودولر ويكون في ابر لوب ريتيكوليشنز. في الابر لوب نيفر ان هو يبقى نورمال في الديفينيت يو اي بي، لازم يكون افكت. مع احنا قلنا ان في لور لوب بيزل بريدومينانت فايبروزز، بس بيكون نون سيجمنتال، مش بيرسبكت برونك بالمونري اناتومي. اخر حاجه ان بيكون في هيتروجينيوس فايبروزس باترن، يعني في نفس الصوره في البريفرال لونج شايفين ريتيكيوليشنز وتراكشن برونكيوليكتسز وهاني كومبنج ونورمال لونج بارينكما. فالديفينيت يو اي بي باترن قالوا ان في حاجه اسمها بروبيلر بليد ديستريبيوشن، ان بيكون في جرادوال روتيشن للفايبروتيك ابنورماليتي من البوستيريور بريدومينانس في اللور لونج للانتيريور بريدومينانس في الابر لونج. طبعا مش بنحتاج نعمل للديفينيت يو اي بي اي بايوبسي، وبنعالج على حسب السبب. طلع اي بي اف هندي بيرفينيدون او نينتادانيب، ولو طلع بروجريسيف بالمونري فايبروزس هندي دينتادانيب، ولو طلع كونكتيف تيشو ديزيز ريليتد انترستيشال لونج ديزيز او فايبروتيك اتش بي بندي امينو سبريشن. الباترن الثاني من يو اي بي بروبابل يو اي بي بيكون فيه زي الكلا زي الديفينيت يو اي بي بالظبط، بس ما فيش هاني كومبينج. الحاله اللي معانا اكزيال وكرونال سي تي ايمجز شايفين فيها subpleural predominant traction bronchiectasis و reticulations من غير أي honeycomb. بالرغم إن عندنا lower loop predominant، إلا إن إحنا عندنا الفايبروزس بيكستند all the way في long apices. بنحتاج ناخد biopsy في الحالات دي؟ في الغالب لأ، لأن 80% accurate يعني. ال indeterminate UIP، أنا عندي CT findings لا هي ماشيه مع البروبابل، ولا هي ماشيه مع الديفنت يو اي بي، ولا هي حتى ماشيه مع الالترناتيف دايجنوزز. وعلى الرغم من كده الانديترمنت يو اي بي في 50 ل 70% من الحالات هيستوباثولوجي بيطلع ديفنت يو اي بي. الحاله اللي معانا عندنا اكزيال سي تي ايمجز باين فيها سب بلورال سطل فاين ريتيكليشنز ومودريت باتش جي جي او ومايلد تراكشن برونكيكتسز اند برونكيوليكتسز. لو شفنا الامج دي ليتر اون هنعرف ان هي شبه قوي الفايبروتيك ان اس اي بي. في الحاله دي احنا مش قادرين نفرق، فبالتالي ممكن نحتاج بايوبسي. اخر حاجه الالترناتيف دايجنوزز، اللي هو انا عندي كلير فايندنجز بتقول دي حاجه تانية، دي سمثينج ايلس، دي لا هي ديفنت ولا هي بروبابل ولا هي انترنال، انا متاكده ان هي فايبروتيك ان اس اي بي او فايبروتيك اتش بي مثلا. النقيض بقى تماما، يعني بتبقى في الابر لوب او في الميد او في الميدل لوب، بيكون في بيري برونك فاسكولار بريدومينانس وسب بلورال سبيرنج. الفيتشرز ممكن يبقى كونسوليديشن او جي جي او من غير اكيوت اكسسبيشن او موزايك اتنويشن اكستنسيف او نيدجولز او سيستس. الحاله اللي معانا دي سي تي فيتشرز الترناتيف دايجنوسيس، ان هي حاجه تانية غير اليو اي بي. اما طلعت هيستوباثولوجيكال يو اي بي، احنا شايفين ايه بقى في السي تي؟ شايفين upper lung loop predominant air trapping و subpleural reticulations، وفي الكورونال فيو شايفين periprobe vascular distribution و fibrosis. قالوا ان هي suggest ان هي fibrotic HB، بس بالهيستوباثولوجي شافوا الهانيكامب واضح جدا و diagnosed ان هي definite UIP، وطلعت في الاخر كمان IPF. هل في سي تي ساينز بتسجست ان اليو اي بي باترن ده ريليتد للكونكتيف تيشو ديزيز مش الاي بي اف؟ او في الاكسيوبيال هاني كومبنج ساين والستريت ايدج ساين. ده عيان عنده روماتويد ارثرايتس اسوشيتد انترستيشال لونج ديزيز، شايفين عنده الاكسيوبيال هاني كومبنج ساين. يعني ايه؟ يعني الهاني كومب بيكمبرومايز اكتر من 70% من الفايبروتيك بورشن بتاع اللون. تاني ساين اللي هي الستريت ايدج ساين، بيكون فيه شارب هوريزونتال ديماركيشن اوف الفايبروزس في اللور لونج، بيفرقوا عن النورمال ان افكتد لونج سوبيريورلي. طيب لو العيان مش كونكتيف تيشو ديزيز، ما هوش ما فيش اي اكسبوجر، ما هوش فايبروتيك اكس بي، ما تعرض اتش بي، ما هو ما تعرضش لدراجز او توكسيستي، فبيدايجنوز العيان في الاخر على انه اي بي اف. اي بي اف ده كلينيكال تيرم مش احنا بنستخدمه، لما بيكون السبب مش معروف، يعني دايجنوزز اوف اكسكلوجن. الاي بي اف مش هو اليو اي بي، اليو اي بي ده تيرم راديولوجي وباثولوجي ممكن يكون سببه ايديوباثيك او نون ايديوباثيك.
فبالتالي الاي بي اف ده سب تايب من اليو اي بي. ده ملخص لليو اي بي باترن لو حد حابب يقراه بعد كده. الباترن اللي بعد كده اللي هو الفايبروتيك ان اس اي بي، دي عندنا اكسيال امجز شايفين فيها بريفرال بيزل بريدومنت ريتيكوليشنز وعامله سب لورال سبيل، وشايفين كمان جي جي او. الجي جي او ده بعيد عن مكان الفايبروسس، وشايفين تراكشن برونكيكتسس ولور لوب فوليوم لوس، محددينه بايه؟ من الديسبليسمنت بتاع الفشل بوستيريور ديسبليسمنت. يعني لاحظ في الفايبروزس في الفايبروتيك ان اس اي بي بيكون هوموجينيوس كده، مش هيتروجينيوس فايبروتيك باترن زي الديفينيت يو اي بي. وبما ان الفايبروتيك ان اس اي بي دايما بيكون معاها كونكتيف تيشو ديزيز، فبالتالي ممكن اللي نشوف فيها الستريت ايدج ساين. هل ممكن في السيريال ايفالويشن تتغير؟ ايوه، الحاله دي فايبروتيك ان اس اي بي، وفي الايفالويشن في السيريال ايفالويشن بعد كده لقينا فيه ديفينيت يو اي بي باترن. لو احنا بنشوف الاخر بس، يعني اخر استادي بس، احنا هنقول عليها ديفينيت يو اي بي. فبالتالي البراير ايمجينج حاجه مهمه للايفالويشن. الحاله بتاعتنا دي حاله بروجريسيف فايبروتيك ان اس اي بي 50 يير فيميل عندها ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. شايفين البيس لاين اكسيال سي تي ايمج شايفين فيها فايبروتيك ان اس اي بي ويز جي جي او، ومعاها كمان lower lung predominant reticulations with mild subpleural sparing وtraction bronchiectasis. في الفولو اب سي تي بعدها بخمس سنين لقوا ان الفايبروتيك ان اس اي بي باترن ده حصل له ايفوليوشن ليو اي بي باترن هاني كومبنج. فبالتالي لو انا شفتها المره دي بس هقول عليها ديفنت يو اي بي، اما اجيب القديم لا هقول ان هي فايبروتيك ان اس اي بي واتطورت. التالت باترن عندنا الفايبروتيك اتش بي. الفايبروتيك اتش بي ده بيحصل سمول اير واي انفولفمنت مع فايبروزس. بيترجمني في الاشعه السمول اير واي انفولفمنت ده على هيئه اير ترابينج وجراوند جلاس نوديولز، والفايبروزس الديستريبيوشن بتاعه بيكون بيري برونكو فاسكولار، ممكن يكون ديفيوز بس اكتر حاجه في الابر والميدل لانج. بتبان على هيئه حاجه اسمها 3 density line او head cheese appearance. ال head cheese appearance ده مش جبنه ولا حاجه، ده هو اللحمه اللي باينه قدامنا دي، مش لون واحد، ثلاث الوان في بعض. فهنشوفها ازاي بقى عندنا. دي حاله fibrotic اتش بي في male patient عنده 55 سنه. شايفين axial CT images شايفين فيها 3 density pattern او ال head cheese pattern highly specific لل fibrotic اتش بي. بنلاقي فيها بلاك وجراي ووايت لونج. البلاك لونج اللي هي عباره عن الاير تريبنج او الموزايك اتنويشن، الجراي اللي هي النورمال لونج، الوايت اللي هي الجراوند جلوس. ومثل هنا الجراوند جلوس انترستيشال انفلاميشن. بعد كده شايفين ان الديستريبيوشن بيكون بيري برونكو فاسكولار. هو في الحاله اللي معانا في اللور لوب، بس هو لو كان في الابر او في الميدل لوب هبقى كونفيدنت اكتر ان هي فايبروتيك اتش بي. ملاحظه بس صغيره ان 30% من الحالات الفايبروتيك اتش بي بيكون معاهم هاني كومبينج، فبالتالي مش كل الهاني كومبينج يو اي بي، فناخد بالنا من الديستربيوشن. طبعا في حالات الفايبروتيك اتش بي لما نشخصها العيان لازم يمتنع تماما عن الاكسبوجر للانتيجين وبياخد اميونو سبريشن. الاذر فايبروتيك باترنز زي البلورو بارينكيمال بالمونري فايبرو البلورو بارينكيمال فايبرو الستوزيس تارير بيحصل فيه بروجريسيف فوليوم لوس في الابر لوبس. الحاله اللي معانا شايفين اكزيال وكرونال سي تي ايمجز شايفين فيها بايلاترال ابيكال سب بلورال ثيكننج ونادولار سب بلورال فايبروتيك كونسوليديشن وذ تراكشن برونكيكتس. وشايفين في السوبر ابر لوب فوليوم لوس هنلاقي الفيشرز سوبيريورلي ديسبليسد. العيان ده ممكن يكون اسوشيتد وبيتميز ان هو عنده حاجه اسمها بلاتي ثوركس، ان الثراس الكيج بيكون فورسد انورد وفلاتنينج والاي بي دايمتر بيكون اقل من الترانسفيرسي. بنلاحظه بقى احنا ازاي؟ بيكون في ديب سوبرا سترنال نوتش وبوستيريور ريتراكشن التراكيه. التراكيه مش المفروض ان هي تبان جنب السباين كده خالص، المفروض بتبان قدام، ده اللي هو اللي اسمه البلاتي ثوركس. الفايبروتيك ساركويدوزس بيكون فيه الصور اللي قدامنا سنترال بيري برونكو فاسكولار فايبروزس
هبقى كونفيدنت قوي امتى؟ لما الفايبروزيس ده يبقى ممتد من الهايلم لحد الكوستال مارج، وبيكون برضو اسوشيتد بابر لوب فوليوم لوس وسبير لونج بيسز. ده ملخص لكل الفايبروتيك باترنز اللي احنا قلناها. عايزين بس نقول معلومه ان الفايبروزيس ده ممكن يكون فاميليال، فبالتالي لو اكتشفناه في حد من الميمبرز ممكن نعمل سكريننج لبقيه الفاميلي ميمبرز. ايه هي البيتفولز في الدايجنوزز بتاع الفايبروتيك لونج ديزيز؟ عندنا اير سبيس انلارجمنت فايبروزيس او سموكينج ريليتد انترستيشال فايبروزيس وكومبايند بالمر فايبروزيس وانفيزيما والريكرنت اسبيريشن ودندريفورم بالمونري اوسيفيكيشن وبوست انفكشوس بالمونري فايبروزيس. هنبدا بالاير سبيس انلارجمنت ويز فايبروزيس او السموكينج ريليتد انترستيشال فايبروزيس. هيستولوجيكالي بيقولوا ان هي امفازيمتال سيستس مع ماسيف انترستيشال فايبروزيس. راديولوجيكالي بيقولوا ان السيستات دي ما هياش امفازيمتس، هي ليوسنسز ليها الريجولار ويل ديفايند وولز. الترمين بيستخدموا انترتشينجبل بس بيقولوا في الحقيقه ان هم مش سينونيم ولا حاجه. لازم نفرقها عن الهاني كومبنج لان هي بتكون نون او سلولي بروجريسيف. باين عندنا في الجدول ده الفرق ان الاير سبيس انلارجمنت السيستات بتاعتها بتكون variable size بس اكتر من 5 مللي، وبتكون thin walled، بتكون multi layered، وبتكون separated في normal lung parenchyma، ودايما الفايبروزس بيكون قليل قوي او مش موجود، بتبقى موجودة في الابر لوب او في السوبيريور سيجمنت بتاع اللور لوب وعاملة immediate subpleural space. احنا قلنا طبعا الهاني كومبنج قبل كده. الحالة اللي معانا الاكزيال سي تي ايمج باين فيها multiple thin walled cysts of varying size عاملة immediate subpleural sparing، في جنبها adjacent GU. في الكورونال سي تي ايمج شايفين clustered cysts وفي large confluent cysts موجودة في السوبيريور سيجمنت بتاع اللور. ده الديستريبيوشن اللي احنا قلنا عليه. تاني حاجة الكومبايند بالموني فايبروزز وانفيزيما، ده بيقول ان الترم ده بيقول ان في upper loop predominant انفيزيما في نفس الوقت في lower loop predominant fibrosis. بس بيقولوا راديولوجيكالي المفروض ما نستخدمش الترم ده، امال هنستخدم ايه؟ هنستخدم الترم اللي هو انفيزيما with UIP pattern او انفيزيما with non UIP pattern. الحالة اللي معانا فيها upper loop predominant انفيزيما و lower loop predominant fibrosis، وفي بعض subpleural reticulations موجودة في الأبر، فهنسميها إحنا emphysema with probable UIP pattern. لو نفتكر ال probable UIP pattern اللي إحنا قلناه هنلاقيه زي ده. الحاجة اللي بعد كده ال recurrent aspiration with dendriform pulmonary ossification. عيانين العناية دايما ممكن يحصل لهم recurrent aspiration، فبيعمل لونج انجري، بيطلع بالموني ماكروفاج وفايبروبلاست بترانسفورم لاوستيوبلاست، تعمل ديبوزيشن للبون في البريفرال انترستيشيوم بتاع اللونج، فبالتالي هتعمل لي الدندريفورم بالموني اوستيفيكيشن. الحاله اللي معانا ده 65 يير ميل عنده هيستوري اوف ريكورنت اسبيريشن، شايفين اكزيال لونج اند ميديستاينال ويندو سي تي ايمجز، شايفين فيها كونتيجوس نودولار فورمينج مالتي فوكال اسيمتريك لينير اند برانشنج هايبر اتنويتنج نودولار اوباسيتس. مفيش اي ساينز اوف فايبروزس، فبالتالي نوت ميس دايجنوز ان في اي لونج فايبروزس. الكورس بتاعه بيناين جدا ستيبل، يعني ما بيحصلوش حاجه في الفولو اب. البوست انفكشوس بالموناري فايبروزس ده زاد جدا ان انا لازم اشخصه، خصوصا في حال في الابيديميك بتاع الكورونا. ليه؟ لان عيان الانفكشن زي البوست كوفيد لو لقيت عنده بالمونري فايبروزس، انا مش عارفه هل دي فايبروتيك لايك انترستيشال ابنورماليتي وهيهيل والدنيا هتبقى كويسه في ضمن مراحل الهيلينج بتاع الكوفيد، ولا اصلا العيان كان عنده بالمونري فايبروزس وقدرا اكتشفناه لما عمل السي تي لما تعب. خصوصا ان 5% من عيانين الكوفيد ممكن يكون معاهم هاني كومبنج. الحل ان احنا نعمل sequential evaluation، نعمل follow up زي الحالة اللي معانا دي. الحالة اللي معانا دي ده عيان كوفيد عمل axial CT 3 months بعد الكوفيد infection،
لقينا فيه بريفرال جي دي او ريتيكيوليشنز ومايلد تراكشن برونكيتس. طب هل هي دي كده فايبروتيك لايك انترستيشال ابنورماليتي من الكوفيد، ولا ده فايبروتيك انترستيشال لونج ديزيز؟ تابعنا عليه بعدها ب 22 شهر، لقينا امبروفد ريتيكيوليشن وجي جي او، الفايبروزز قل. فمعنى كده ان كانت في الفيلم القديم دي بوست كوفيد فايبروتيك لايك انترستيشال ابنورماليتي، ما هياش فايبروتيك انترستيشال لونج ديزيز. دي كانت اخر حاجه في البيتفولز، الكومبليكيشنز الاكيوت اكسسربيشن والبالمونري انفكشن واللانج كانسر والبالمونري هايبرتنشن والبروجريسيف بالمونري فايبروزس. هنبدا باول حاجه الاكيوت اكسسربيشن، ده عيان عنده اصلا دايجنوز ان هو بالمونري فايبروزس وحصل له اكيوت ريسبيراتوري ديتيريوريشن. جيت اعمل ايمجز لقيت ان في نيو ورابيد ديفلوبينج بايلاترال جراوند بلوس وكونسوليديشن على باك جراوند من لونج فايبروزس لاي كرونيك فايبروتيك انترستيشال لونج ديزيز. العيان ده بيموت في خلال من 3 شهور ل 4 شهور. كانوا زمان بيقولوا ان السبب ايديوباثيك، حاليا بيقولوا لا ان هو ايديوباثيك ونون ايديوباثيك، ممكن العيان يتعرض لانفكشن او دراج توكسيستي او اسبيريشن. الحاله اللي معانا ده عيان عنده 59 سنه دايجنوزد اصلا ان هو اي بي اف، البيز لاين اكزيال سي تي بتاعه شايفين فيه تراكشن برونكيكتسز وريتيكولار ابنورماليتي وجي جي او مور ايفيدنت على الليفت سايد. البروسيس كلها عموما اكسيال سي تي 5 شهور بعدها لما العيان ابتدى يشتكي من بروجريسيف بريسلسنس، لقينا ان في فعلا اكيوت اكسسربيشن وفي نيو ارياز من الباتشي جراوند جلوس اتكونت في الجزء اللي كان اصلا بريفيوسلي نورمال لونج تيشو. بعد ما العيان اتحسن عملنا له سي تي تاني بعد الريزولوشن بتاع السيمتومز، لقينا ان الجي جي او ريزولفت خالص. احنا جبنا الجي جي او في كذا محطه، ممكن بس نجمعهم بسرعه. احنا مش عايزين نوفر كل الجي جي او خالص، لما يكون عندنا جراوند جلاس اوباستي لوكيتد او سوبر امبوزد على الفايبروتيك لونج، ده معناه ان في فاين انترستيشال فايبروزز بلو ريزولوشن اوف سي تي، فبالتالي ظاهر على انه جراوند جلاس. يا اما عيان اصلا دايجنوزد ان هو عنده بالموناري فايبروزز ولقينا الجراوند بلس ده سوبر امبوز ده على الفايبروزز، فهنقول ان هو حصل له اكيوت اكسازربيشن. لو لقينا الجراوند بلس ده بعيد عن الفايبروزز، ده معناه ان ده ترو سيلولار انفلتريت وده ريفرسبل انفلاميشن زي في حالات الفايبروتيك ان اس اي بي. لو لقينا الجراوند بلس مع الاير تريبنج مع النورمال لونج بارينكما اللي هي 3 دنسيتي ساين، يبقى احنا كده شخصنا الفايبروتيك اتش بي. تاني حاجة البلمونري اكيوت او كرونيك، او حتى لو هو بياخد اميونو سبريسيف معرض لاوبورتونيستك انفكشن زي النيوموسيستس جيروفيتشي نيومونيا. الحالة اللي معانا مايكوبكتيريوم افيام كومبلكس في عيان ميل عنده 74 سنة عنده اي بي اف، شايفين فيه كافيتري كونسوليديشن في السبلورال رايت لور لونج، وطبعا في حواليها adjacent fibrosis شايفين هاني كومبينج رون. اللونج كانسر طبعا الريسك بتاع اللونج كانسر بتزيد في البيشنت اللي عنده interstitial lung disease من 2 و3 من 10 فولد ل 3 و3 من 10 فولد، لانه في شير كومن ريسك فاكتورز ما بينهم، بتبان على هيئه ويل ديفايند نوديولز او ال ديفايند نوديولز ماونتنج ان هي تعمل consolidation. الحاله اللي معانا development of lung cancer في 57 year female عندها scleroderma. baseline axial CT شايفين فيه peripheral basal predominant reticular abnormality و traction bronchiectasis و honeycomb. عملت CT تاني بعد سنتين لقينا فيه new ill-defined nodule. بما ان الحالة اصلا scleroderma ما عندها interstitial lung disease related، هنقول ان هي focal fibrosis. بعد سنتين كمان من الفيلم ده، يعني بعد 4 سنين من البيز لاين بتاعها، لقينا فيه زياده في السايز بتاع النوديول والبيشنت دايجنوز ان هي ديفلوبت لانج كانسر. البلمونري هايبرتنشن العيان بيبدا يشتكي من ريديوسد اكسرسايز كاباسيتي، وفي الطبيعي ان هي مش بتبقى يعني دايجنوزد قوي في النون كونترول سي تي، ولو دايجنوزد محتاجين فيرذر ايفالويشن، ومعناه ان في هاي مورتاليتي. بندياجنوز بقى ازاي ان البالمونري ارتري دايمتر بتكون اكتر من 30 مللي، والبالمونري ارتري الاورطا ريشيو اكتر من 9 من 10.
وبيكون فيه رايت فنتريكولار ليفت فنتريكولار دايمتر ريشيو اكتر من بي، يعني بيحصل ايه رايت فنتريكولار هايبرتروفي. البروجريسيف بالموري فايبروزس بقى ان احنا نلاقي فيه البيز لاين بتاعنا، لقينا فيه زياده في التراكشن برونكيكتسز او برونكيليكتسز، اتكونت جي جي او جديده او فاين ريتيكيليشنز جديده، او الريتيكيليشنز اللي اوريدي موجوده زاد الكورسنس بتاعها، او الهاني كومبنج في نيو هاني كومبنج، او زياده الهاني كومبنج اللي كان موجود وزياده اللوبر فوليوم لوس. فاي باترن ممكن يتحول لباترن تاني، زي ما احنا كنا جبنا الفايبروتيك ان اس اي بي باترن اتحول ليو اي بي باترن مع البروجريشن. ده ممكن يحصل في اي باترن ان هو يبروجريس لباترن اعلى منه، فبالتالي احنا محتاجين فولو ابس. تي الحاله اللي معانا بروجريسيف بالموناري فايبروزيس في 68 فيميل كان عندها اصلا فايبروتيك اتش بي، البيز لاين سي تي بتاعها شايفين فيه 3 دنسيتي ساين او الهيد تشي ساين، اللي هي البلاك والجراي والوايت. البلاك اللي هو الاير تريبنج، والجراي اللي هو النورمال لونج، والوايت اللي هو الجي جي او، وكمان عندنا مايل سيبتال ثيكنينج في الابر لونج خصوصا على الليفت. 5 year فولو اب، العيانه دي حصل لها بروجريشن للفايبروزيس، بقى في ماركت انكريز بالاكستنت بتاع الريتيكولار باستس، ولقينا نيولي ديفلوبد تراكشن برونكيكتسز، وكمان في اركتكتشر ديستورشن في البوست لونج في البوست لونج بيزز، ولسه الموزايك اتنيويشن بتاعنا موجود بتاع البروتيك اتش بي. اللونج فايبروزيس ده محتاج مالتي ديسيبلينري ايفالويشن، الهيستوباثولوجيك اناليسيس له دور، وبعد كده كل الداتا اللي خرجنا بيها راديولوجي وباثولوجي وكلينيكال بتتناقش في المالتي ديسيبلينري ديسكشن. الهيستوباثولوجيك اناليسيس في الدايجنوسيس بتاع فايبروتيك لونج ديزيز، والله لو احنا متاكدين ومعانا سي تي مبين في ديفينيت يو اي بي، احنا مش محتاجين تيشو سامبلينج اصلا. طب لو الدايجنوسيس انسرتن مش متاكدين منه، والبيشنت مش هيتعرض لبوست اوبراتيف كومبليكيشن، ما هوش في ريسك ان هو يتعرض لبوست اوبراتيف كومبليكيشن، ناخد بايوبسي علشان نشخص كويس، فبالتالي نقدر نحدد التريتمنت ديسيجن بتاعه. لو البيشنت اند ستيج لونج ديزيز او عنده لايف ثريتنينج كوموربيديتي، الافضل ما ناخدش. هل السيرجيكال بايوبسي ليها ميزه؟ ليها ميزه في حاله كنا قلنا ان هي سي تي فايندز الترناتيف دايجنوزز فايبروتيك اتش بي، ولما اخذت بايوبسي طلعت ديفينيت يو اي بي، فبالتالي يعني محتاجين في بعض الاحيان يعني البايوبسي مفيده. وكمان لو في اندرلاينج او سجستيف كونكتيف تيشو ديزيز، ممكن تقول لي تقدر تفرق لي ما بين الفايبروتيك ان اس اي بي واليو اي بي في حالات الاندترمينت سي تي فيتشرز اللي انا مش قادره احددها. طيب هل لو انا شاك ان هو فايبروتيك ان اس اي بي اخد اونلي اس اي بي لايك اريا اخد منها السامبل؟ لا، ممكن تمستيك، ممكن افوت الهيتروجينيوس هيستولوجيك باترن بتاع اليو اي بي. ولو في اريز اوف ادفانسد فايبروزز ما اخدش منها لوحدها، لا محتاجين ناخد مالتيبل سي تي جايدد بايوبسي سبيسيمن من الديفرنت لوبس عشان نعمل ابروبريت سامبلينج. طب لو في الاخر بعد كل ده البايوبسي طلعت انكونكلوسيف، كده كده الحاله هتتعرض على الام دي دي، لازم ده كريتيكال. المالتي ديسيبلينري ديسكشن طبعا بيبقى تيم فيه كلينيشن وراديولوجيست وباثولوجيست بيتعرض عليه الحاله. الام دي دي مهم جدا لان تقريبا في ثلث الحالات اللي هي انترسيشيال لونج ديزيز ودايجنوزد بيعملوا موديفيكيشن للدايجنوزز، وفي 75% من الحالات اللي اصلا انكلاسيفايبل بيونيفاي دايجنوزز. ولو في اي ديفيشنسي في التيم ممكن يبقى ريموتلي عن طريق الفيديو كونفرنس وكده، لان لقوا ان الحالات اللي دايجنوزد بالام دي دي امبروف السرفايفر ريت اكتر من الحالات الدايجنوزد من غير ام دي دي، فبالتالي هو الرول بس بتاعه مش بس في الدايجنوزز، لا كمان في المانجمنت ستراتيجيز اللي بيتبعها العيان بعد كده. على الاقل لازم يكون في وان راديولوجيست في الام دي دي تيم. الامباكت اوف الايمجنج كاركترستكس على المانجمنت، السي تي بيلعب دور مهم جدا في الدايجنوزز وفي ان هو مثلا يقول لايكلي هود اوف سيرتين كوز للانترستيشال لونج ديزيز، وبيجايد التريتمنت ديسيجنز، وممكن يقول هل في كوموربيدتيز مع العيان ولا لا، في كومبليكيشنز ولا لا، واللونج تيرم مونيتورنج لانه بيعمل سيريال فولو اب.
اخر حاجه الكونكلوجن، احنا عندنا بنستخدم سيستمك ابروتش علشان نانتربريت البلمونري فايبروزس سي تي فايندنجز الموجوده في السي تي سمرايزد في الجدول ده، سي تي فيتشرز الديستريبيوشن بتاعها الباترنز الكومبليكيشنز اند البروجريشن في الفولو اب سي تي. فبالتالي الراديولوجيست لازم يكون able ان هو يعمل identification للspecific CT features اللي بتindicate ال pulmonary fibrosis و analyze ال distribution بتاع ال fibrosis ده في ال craniocaudal و في ال axial planes و classify ال pattern بتاع ال fibrosis و identify ال possible complications و ال progression في ال sequential في ال او في ال follow up CT images علشان في الاخر ننفو appropriate treatment options للعيان في الـ MDD. And thank you. أي شكرا جزيلا يا دكتورة سارة، برزنتيشن رائعة، وبالرغم ان انا يعني ماليش في الشيست، لكن ما شاء الله يعني برزنتيشن رائعة وتلخيص جميل قوي للموضوع. شكرا جزيلا بجد، دكتور عايدة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور عايدة. ربنا يحفظك. احنا هنخرج برضو يا شباب من ال من ال وندخل على نفس اللينك عشان نشوف اخر برزنتيشن النهاردة ان شاء الله.